من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود أن حذيفة رضي الله عنه قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة منه؟ فقال السيف، يعني أن هذا الشر يدفع بالسيف. وقد أول العلماء هذا الحديث على ما جرى في عهد أبي بكر رضي الله عنه لما ارتد من ارتد.